أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات
وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إني بما تعملون عليم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن هم من خشية ربهم مشفقون.
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي.
قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من منع من الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟
صدق الله.